اليوم سوريا في حديث عن تسوية سياسية عن مؤتمر جنيف للأطراف الدولية تجتمع جنيف أو غيره، يعني أنت ممثلاً للجامعة العربية، فيك تشرح لي وتشرح لي للمشاهدين والحاضرين وين وصل الموضوع؟ هل صحيح ما نسمع أنه فقط المشكلة هي اليوم مين رح يشارك أم لا؟ في مين يشارك؟ من سيشارك في هذا المؤتمر وخصوصاً من ناحية المعارضة؟ موضوع المشاركة في هذا المؤتمر هام جداً، لأن هذا الاجتماع لو تم لابد أن ينتهي إلى حل المشكلة السورية. لا يستطيع العالم العربي ولا يستطيع العالم أكمل جميعاً أن نقبل استمرار حمامات الدم، شلال الدم والدمار الذي لحق بسوريا. دي نقطة الأولى. النقطة الثانية أن هذا الاجتماع مفروض اللي اتفق عليه بين الولايات المتحدة والاتحاد الروسي، هذا الاجتماع من المفروض أن يؤدي إلى تنفيذ ما اتفق عليه في البيان الختامي في 30/6 من العام الماضي في مدينة جنيف. ما يقول البيان الختامي؟ البيان الختامي يقول النقطة الأساسية، لأنه فيه نقاط كثيرة، النقطة الأساسية يجب بدء مرحلة انتقالية. ما معنى مرحلة انتقالية؟ يعني النظام السابق يبقى ينتهي، مرحلة انتقالية. وفي هذه المرحلة الانتقالية يتم تشكيل حكومة ذات صلاحيات كاملة، وأضع خط تحت ذات صلاحيات كاملة، وهذا يتم بالتوافق بين الطرف الشعب السوري، يعني بين النظام وبين المعارضة. وهذه نقطة صعبة للغاية. بالضبط، هل تدعم الجامعة العربية مشاركة رموز النظام في هذا الحوار؟ المعارضة تحدثت عن استعدادها للتفاوض أو للحوار، الكلمة اللي استعملوها حقيقة الكلمة هو التفاوض، على انتقال والذهاب إلى مرحلة انتقالية، وأن يكون من يمثل النظام يديه ليست ملوثة بالدماء. المعارضة مجتمعة الآن، كانت هتجتمع الحقيقة وأجلت إلى يوم 23 في إسطنبول لبحث عدة موضوعات، منها اختيار رئيس جديد، ونقطة هتكلم فيها للائتلاف، ورئيس جديد للحكومة، وتبحث من ضمن الموضوعات وتوسيع الائتلاف وتوسيع المجلس الوطني وموضوع المشاركة. هل فعلتم ما بوسعكم فيما يخص سوريا؟ هل كنتم بالفعل يعني ذات تأثير منتج إن كان كجماعة الدول العربية؟ جماعة الدول العربية هي التي تولت هذا الملف من 13 من يوليو عام 11. ذهبت مع عدد من زملائي في الجامعة وقابلنا الرئيس الأسد وتحدثنا معه في 3 أمور، وهي لازال مطروحة حتى الآن. أولاً، ضرورة وقف إطلاق النار والعنف تماماً. ثانياً، إطلاق سراح جميع المسجونين والمعتقلين وهم عشرات الألوف. ثالثاً، الدخول في إصلاحات سياسية حقيقية. هذا الموضوع لازال مطروح حتى الآن ولم يتم تنفيذه. وعدة مرات ذهبت الجامعة الدول العربية، وعد النظام بوقف إطلاق النار، خالف وعده. جامعة الدول العربية اتخذت عدة قرارات بما تملك من سلطات وصلاحيات محدودة في ميثاقها تجاه النظام. ثم بناء على طلب المعارضة في 22 يناير 2012 تم إحالة الملف إلى مجلس الأمن. مجلس الأمن هو الجهاز المعني بالمحافظة على السلم والأمن الدولي، مش جامعة الدول العربية. والميثاق في الفصل 8 بيتحدث عن ذلك. عندما تكون المنظمات الإقليمية كجامعة الدول العربية، كمنظمة الدول الأمريكية، كمنظمة المنظمات الإفريقية وغيرها تعجز عن القيام عن الموضوع، تحيله إلى مجلس الأمن. طيب، مجلس الأمن حتى الآن لم يفعل شيء. طيب، من ضمن الخطوات اللي تقامت بها الجامعة العربية بالموضوع السوري، آخر سؤال ننتقل على دول أخرى، هي إخراج سوريا ممثلة بالنظام الحالي من الجامعة العربية. لا، وإخراج التمثيل أعطي للمعارضة. لا لا، اللي حدث بالضبط هو الآتي. في من سنة ونصف، نظرا لمخالفة النظام للعديد من القرارات التي صدرت بعد أن وافق عليها لا ينفذها، تقرر حرمان سوريا من المشاركة في الاجتماعات. لكن سوريا دولة مؤسس في جامعة الدول العربية، وهي لازالت دولة ومكانها محفوظ. اللي حدث بعد ذلك، عندما بدأ الشعب السوري، المعارضة السورية، في تنظيم نفسه، مجلس وطني ثم الائتلاف الذي يمثل كافة الفصائل، اتجه الرأي إلى أن هم ممكن عندما يشكلون حكومة، وهو لم يتم حتى الآن.
عندما يشكلون حكومة أن يكون له ممثل يجلس، لكن هذا لم يحدث حتى الآن. هم بالفعل في القمة دعوا إلى إلقاء كلمة، لكن حتى الآن الاجتماعات التي تحدث لا يدعى إليها المعارضة السورية لأنها لم تشكل حكومة. طيب بس أنا سؤالي أستاذك ما جاوبت عليه، هل هذه الخطوة خدمت بالنتيجة الحل السوري برأيك بعد فترة هلأ بعد سنتين؟ شوفي يعني تاخديها من هذه من 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 هذه الزاوية، في هذه المرحلة المطلوب هو الضغط على النظام للتجاوب مع الحل السياسي. النظام أعلنها عدة مرات على أعلى مستوى من رئيس الدولة وعدة مرات أنه مع الحل السياسي والحل الأمني، ونحن نتحدث عن ضرورة الوصول إلى الحل السياسي، لأن الحل السياسي والحل الأمني معناها الدمار الشامل، ومعناها يعني مجازر أخرى وشلال دم آخر. فالمطلوب هو حل سياسي، لأن حتى في الحروب، في الحروب الدولية عندما يقتتل الأطراف بينتهي الأمر إلى إيه؟ إلى جلوس حول مائدة وتوقيع معاهدة، فلا بد من حل سياسي في النهاية. هل تتوقع من المعارضة أن تقبل هذا الحل السياسي؟ والله بعضها بيقول هذا. في أسئلة، لا في اتجاهات كثيرة بينهم. كل قرارات جامعة الدول العربية تتحدث عن حل سياسي، وحتى القرار الذي انتقده البعض، ولن أناقش هذا الآن، الذي انتقده البعض لأنه تحدث عن تقديم كافة المساعدات للمعارضة السورية بما فيها المساعدات العسكرية، أنا أنظر لها من منظور أن هذا يعني هناك طرفان، كل طرف عليه أن يجد ما يسانده حتى يحدث نوع من التوازن الذي يؤدي إلى حل سياسي. فالهدف هو الحل السياسي دائما. طب الأخضر الإبراهيمي نقل عنه أنه قال التوازن هذا هو حقيقة توازن الإنهاك، توازن التعب، بمعنى أنه لما بلش طرح الحل السياسي قال لا، الطرفان بعد لم يتعبا كفاية ليذهبوا إلى الحل السياسي. يعني أقول بصراحة يعني هذا من ناحية العملية والواقعية حقيقي، لكن والآن برأيك لكن لا يجب أن نستسلم لهذه النظرة. ما هيش نظرة شاملة، لأن لو كنا ننتظر إلى أن الطرفان يوصلوا إلى حالة من الإرهاق بأنهم لا يستطيعون الاستمرار، معنى هذا أن هناك عشرات الألاف من السوريين الأبرياء أيا كانوا ومن أي جهة كانوا سوف يموتون. والمطلوب هو اختصار هذا الموضوع، هو شق الطريق للوصول صح. إلى حل ينهي هذه الأزمة. دكتور باختصار، والأزمة لو سمحتي الأزمة لن تنتهي إلا لما إلا تبقى لمنطق التاريخ. منطق التاريخ أن الشعوب، وهذا شيء أنا أسمح لنفسي أن أقول عنه أنني ذكرته للرئيس الأسد، منطق التاريخ أن يقول أن الشعوب عندما تنزل إلى الشارع وتثور لابد في نهاية المطاف من الاستجابة المطالبة.